Hey, you, come, come. I will tell you a very important secret. The secret will solve all your problems with English speaking. بهذه الحلقة راح نعرف الحل اللي راح يحل جميع مشاكلك باللغة الإنجليزية. هذه تمثل مشاكلك باللغة الإنجليزية وصعوباتك، وهذا الحل والسر الوحيد اللي راح يحل جميع مشاكلك. راح ناخذ هذا السر ونحل المشكلة. بهذه الحلقة راح ناخذ 3 خطوات مهمة. خطوة رقم 1 هي الجوائز اللي راح تحصلون عليها بهذه المسابقة الشهرية، أول مسابقة لتعليم اللغة الإنجليزية بالعالم العربي. أما النقطة رقم 2 ألا وهي شروط المسابقة والاشتراك، والنقطة رقم 3 الأسئلة الخمسة للمسابقة حتى تجاوبون عليها وتحصلون على الجوائز. خلينا نبدأ الآن. Let's begin. الخطوات اللي عندنا بهذه الحلقة هي أولاً الجوائز، شروط الاشتراك والأسئلة. هيا لنبدأ. طبعاً هالمسابقة بها 3 فائزين بالدرجة الأولى. الفائز الأول جائزته بقيمة 98 دولار أمريكي، أما الثاني جائزته بقيمة 58 دولار، والجائزة الثالثة للفائز الثالث بقيمة 38 دولار. وجميع المشتركين الذين يطبقون الشروط الصحيحة للاشتراك سوف يحصلون على جائزة بقيمة 19 دولار أيضا، يعني أي مشترك هو فائز. خلينا الآن نبدأ بالجوائز. الجائزة الأولى الاشتراك لمدة 2 شهر في تدريب مجاني. سوف أقوم بتدريبه وضع خطة شخصية للتمارين وللتدرب على اللغة الإنجليزية، إن كانت كتابة في جميع مجالات الكتابة، إن كانت كتابة نصية للمواضيع المدرسية أو الرسائل النصية أو المواضيع الأكاديمية. سأقوم بتصحيح جميع واجباتك أيضا وأعطيك الملاحظات في هذا الاشتراك. الفائز الأول سوف يحصل على هذه الخدمة لمدة 2 شهر، جيد، بالإضافة إلى الكتاب. قيمة الاشتراك الشهري لهذا الاشتراك الأول الذي هو الاشتراك الذهبي قيمة 39 دولار. انقصها. قيمة الاشتراك 39 دولار شهريا، يعني 2 شهر تعادل 78 دولار، وأيضا الكتاب بقيمة 19 دولار. أما الاشتراك الثاني وهو اشتراك لمدة 1 شهر أيضا بنفس الاشتراك الذهبي، ألا وهو تعليم تصحيح خطة شخصية تناسب عمرك وقتك وخبراتك السابقة. كما ذكرت لكم سابقا سأقوم بتدريبك على اللغة الإنجليزية، وأيضا هدية الكتاب بقيمة 19 دولار بالإضافة إلى مجموعة من الكتب والفايلات بالPDF والاختبارات الشخصية. كل أسبوع راح أتابعك حتى توصل إلى هدفك. أما الاشتراك الثالث ألا وهو الاشتراك الفضي لمدة 1 شهر بقيمة 19 دولار أيضا للفائز الثالث. هذه الجوائز مقدمة من مؤسسة قناة سفيرس أكاديمي في المقرها في السويد. طيب، أما الكتاب سوف تحصل عليه مجانا، وسوف أخبرك في نهاية هذه الحلقة طريقة الحصول على هذا الكتاب أيضا. هناك رابط في مربع الوصف تضغط عليه، وبعد ما تضغط عليه راح تظهر لك شاشة بها اسمك وبريدك الإلكتروني. تكتب اسمك بريدك الإلكتروني راح يوصل لك الكتاب مباشرة خلال أقل من دقيقة. جيد، بإمكانك استخدام هذا الكتاب في جميع الأجهزة الذكية، إن كانت على الحاسوب أو الآيباد أو التليفون. جيد، أما الآن خلينا ندخل إلى شروط المسابقة، وهي مسابقة ممتعة جدا إن شاء الله راح تكون ومفيدة أيضا وبها جوائز قيمة. حتى تشترك بهذه المسابقة لازم تسوي 2 شرط فقط. الشرط الأول هو أن تشترك في القناة وتضع إعجاب لهذه الحلقة، وأيضا تشارك هذه الحلقة، تأخذ رابط هذه الحلقة وتشاركها في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك. طبعا إذا فزت راح أدقق وأرجع أشوف ترسل لي صورة من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بك في تاريخ اليوم حتى أتأكد أنه أنت طبقت هذا الشرط. أما الشرط الثاني ألا وهو الإجابة على جميع الأسئلة الخمسة بشكل صحيح. طيب، وكل سؤال تجاوب عليه في تعليق الوحدة، يعني السؤال الأول كما أشرح لك هنا السؤال رقم 1 وتضع الإجابة مثلا A أو B أو C، الإجابة الصحيحة تخليها أمام هذا، كل إجابة بتعليق حتى تزيد فرصتك بالربح من نسوي القرعة، لأن راح نسوي القرعة بعبارة عن أنه
نرفع التعليقات حتى نوصل إلى الشخص اللي جاوب إجابة صحيحة. عندما تكتب 5 تعليقات بكل تعليق إجابة للسؤال واحد من الأسئلة الموجودة بالمسابقة حتى تكون فرصتك أكبر بالربح. طيب، أما الآن خلونا نستعد وندخل إلى المسابقة. السؤال الأول: An institution for educating children. An institution for educating children. ما هو الاختيار الصحيح لهذا الوصف؟ School, house, shop, university. أعيد السؤال: An institution for educating children. الاختيار الأول school، الاختيار الثاني house، shop، university. عندما تعرف الإجابة الصحيحة قم بكتابة رقم 1 نقطة والاختيار الصحيح A B C D. أي من هذه صحيحة وضعها في التعليق، ضع انتر حتى يكون الآن في التعليقات. خلينا الآن ننتقل إلى السؤال الثاني. Of a person tending to work with energy and commitment. Of a person tending to work with energy and commitment. الاختيار الأول hand worker. الاختيار الثاني اللي هو B house worker. الاختيار الثالث C hard working. والاختيار الأخير happy worker. happy worker. أي وحدة من هذه الاختيارات صحيحة؟ أيضا اكتب رقم 2 نقطة والإجابة الصحيحة A أو B أو C أو D. نروح للسؤال الثالث. السؤال الثالث يقول An experienced and trusted advisor. Okay? An experienced and trusted advisor. الاختيار الأول mentor. الاختيار B driver. C husband. D brother. أي واحدة من هذه الاختيارات صحيحة؟ نروح الآن إلى السؤال الرابع. Not known or seen or not means to be known or seen by others. ما هو هذا الشيء؟ Secure, section, secret, serious. Secure, section, secret, serious. أي واحدة من هذه الاختيارات الأربعة صحيحة؟ اكتب السؤال رقم 4 نقطة وأيضا الحرف الأمام الاختيار الصحيح واكتبها بالتعليق، وتأكد أن تكون كل إجابة في تعليق لوحدة. نروح إلى السؤال الخامس. A container with a flat base and side, typically square or rectangular and having a lid. أي واحدة من هذه الاختيارات تنطبق على هذا الوصف؟ A. Foxy. B. Fix. C. Fox. D. Box. A container with a flat base and size, typically square or rectangular and having a lid. هذا كان عندنا السؤال الخامس، وبنفس الطريقة تأكد أن أنت تجاوب بالطريقة الصحيحة. تكتب رقم 5 نقطة والحرف الأمام الإجابة الصحيحة، كل إجابة في تعليق حتى تزيد فرصتك بالربح. أما الآن قبل أن ننهي الحلقة، تأكد أن تسوي الشروط اللي هي تشترك في القناة، تضع إعجاب وشارك هذه الحلقة في حسابك في التواصل الاجتماعي، كان في الفيسبوك أو الإنستغرام وباقي وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا جاوب بالطريقة اللي علمتك عليها. وأيضا بإمكانك الآن الحصول على الكتاب من خلال الدخول إلى مربع الوصف. ستجد رابط في أعلى مربع الوصف، اضغط على الرابط، اكتب اسمك وسيأتيك الكتاب. كتاب مهم جدا، سوف يحل جميع مشاكلك باللغة الإنجليزية إن شاء الله. وإذا عندكم أي أسئلة موجود أيضا رقمي في الواتساب وأيضا الإيميل الخاص بي، بإمكانكم مراسلتي. وإذا عندكم أي سؤال لا تتردد أيضا بطرح هذا السؤال، فأنا بانتظاركم وأتمنى لكم التوفيق. راح يكون يوم الاثنين القادم يوم إعلان الجوائز، لذا ترقب وانتظر يوم الاثنين أيضا في نفس هذا الوقت
سوف نعلن الفائز الأول والثاني والثالث وجميع الفائزين في هذه الحلقة إن شاء الله. لذا تابعنا، سوف نكتب لك أيضا في التعليقات من هو الفائز، وسوف ننشر حلقة خاصة باسم الفائز ونعطيه الجائزة إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، أنتظركم وألقاكم يوم الاثنين القادم. إلى اللقاء.